السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الواحد بيبقى سعيد جدا لما بيجي يطلع معاكم طبعا، وبيقدم ليكم كل حاجات ومعلومات مفيدة، وطبعا بنتمنى من الله عز وجل ان تكونوا بتستفيدوا معانا. طبعا نتمنى طبعا زيادة الدعم منكم، يعني اللي بيتفرج يا ريت، يعني فضلا وليس امرا طبعا ما يجريش الاعلان، نتمنى مشاهدة كاملة ان شاء الله. وبسم الله نبتدي النهاردة معاكم. في هنتكلم برضو مكملين معاكم في التكييف المركزي واماكن تركيب الثرموستات التكييف المركزي. طبعا التكييف المركزي الثرموستات بتاعته المفروض بتبقى على مسافة معينة من الوحدة الداخلية للمكيف المركزي، فالمسافة دي بتبقى كل شركة تكييف ترين تختلف عن كارير، عن ال جي، عن جري، عن يورك، عن شارب. كل الشركات هتلاقيها بتختلف الكتالوج بتاعها عن شركة أخرى، فتلاقي مثلا ليها مسافة معينة. المسافة دي بتركب الوحدة الداخلية، لأن لو المسافة دي زادت الثرموستات مش هتشتغل مع الوحدة الداخلية. وطبعا احنا في البداية خالص طبعا بنكون مؤسسين لمكان الثرموستات طبعا عشان خاطر الكهرباء توصل السلك بتاعها، فلو ركب المكان غلط هتضطر تكسر تاني بعد ما المعماري هيخلص ويفنش ويركب كل حاجته، فهتضطر لو المكان مش مظبوط هتضطر تركب تكسر مرة أخرى. فاحنا عشان خاطر نتجنب إن احنا نعمل أي حاجة غلط هنقول لكم إن المسافة تقريبا يعني في معظم الشركات بتبقى بتتراوح من 5 إلى 7 متر، فأنت بتكون مأمن حالك، تكون عاملها يعني أفضل حاجة تكون قريبة يعني من 5 متر أفضل حاجة، عشان خاطر أنت لو بعت زي ما قلنا مش هتشتغل. وطبعا احنا مش عايزين نطول عليكم اكتر من كده، وعشان خاطر تستفيدوا معانا كل يوم بمعلومة جديدة، وان شاء الله يعني نتمنى ان انتوا تستمروا في دعمنا، ونتمنى طبعا زي ما قلنا لكم مشاهدة كاملة. ولو في اي حد فيكم عنده اي استفسار او اي تعليق يعني طبعا يا ريت يبلغنا. وطبعا انا في ناس انا شفت التعليقات، وفي ناس طلبت مني التكييف الصحراوي، وفي ناس طلبت مني يعني، لكن انا ماشي بنظام، وان شاء الله كل الحاجات اللي الناس عايزاها طبعا، وطلبت في ناس برضو طلبت مني الغسالات الاوتوماتيك، فانا ماشي بسيستم معين، وان شاء الله هنجاوب على الحاجات دي في الوقت المناسب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I will translate the video to Urdu language. Don't forget to make like and subscribe and share for the video and the complete watching إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وسطی ایئر کنڈیشنگ میں تھرموسٹیٹ لگانے کے لیے مقامات، یہ ہر ایئر کنڈیشنگ کمپنی کے لیے مرکزی ایئر کنڈیشنگ کی انڈور یونٹ سے مخصوص فاصلے پر کیٹلاگ کے مطابق نصب کیا جاتا ہے، اور اگر فاصلہ کیٹلاگ میں مخصوص سے زیادہ ہے تو تھرموسٹیٹ کام نہیں کریں گے اور 5 سے 7 میٹر کے فاصلے پر ہوں گے تاکہ دیوار کو دوبارہ نہ توڑا جا سکے. I translated the video to Urdu language. Don't forget to make like and subscribe and share for the video and to complete watching إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I will translate the video to English language. Don't forget to make like and subscribe and share for the video and to complete watching إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Places for installing the thermostat in the central air conditioning. It is installed according to the catalog for each air conditioning company at a specified distance from the indoor unit of the central air conditioning. And if the distance is more than specified in the catalog, the thermostat will not work and be within a distance of 5 to 7 meters in order not to break the wall again. I translated the video to English language. Don't forget to make like and subscribe and share for the video and to complete watching إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.